اكو فد علاقه بيناتهن، اكو فد كونفيوجن بيناتهن اللي قلنا ذيك يصحوا لها برايمري بيلياري كولنجايتس اللي تسميه صحيحه. هذه برايمري سكليروزين كولنجايتس، هذه كم ان ديزيز اوف بيلياري تراك. المشكله الاساسيه دي انه هذا انون اتيولوجي، يعتقدون انه على الاكثر هو اوتو اميون، يعتقدون انه على الاكثر اوتو اميون بس مو شرط يجوز مو اوتو اميون. خلاص الفرق بين البرايمري بيلياري سيروسيس انه هذا المشكله بالانترا هيباتيك والاكسترا هيباتيك بايل داكتس. شنو يعني شلون المشكله بيهم؟ مالتيبل ستراكشرز جاي يصير بالبيلياري تراكت اللي هي الانترا هيباتيك بيلياري تراكت والاكسترا هيباتيك بيلياري، يعني لارج سي بي تي محتمل يصير بيها مالتيبل ستراكشرز، ومن يصير بيها مالتيبل ستراكشرز ناروينج، ومن يصير بها ناروينج راح نحكي السيكونس شو يصير بعد. مو بس سي بي دي، مو شرط بس سي بي دي، السمول انترا هيباتيك بيلياري تراكت. انا مراويكم صوره هسه شوفوها انتم، هذه الصوره شوفوا مالتيبل ستراكشر بالضبط بيدد ابييرنس. شنو بيدد ابييرنس؟ بالضبط شلون شكل السبحه. السبحه هسه اذا اشوفها منطقه رفيعه منطقه سمينه، منطقه رفيعه منطقه ثخينه، بالضبط نفس هاي الصوره. هو هاي الفيتشرز مال البرايمري سكليروزنج كونجايتس مالتيبل ستراكشرز. وين جاي السور ستراكشرز؟ بالانترا هيباتيك او بالاكسترا هيباتيك بالياري. هذا المالتيبل ستراكشرز شنو الكوز مالته؟ انون. يعتقدون انه هم اوتو اميون بس شوين يصير هذا البرايمري سكليروزنج كونجايتس بالميل او بالفيميل؟ هذه من ميل اكثر دكتور. نعم بالميل دكتور. اي من حسن حظ الفيميل انه هالمره هذا الديزيز اكثر شيء بالميل مو بالفيميل. زين تذكروني جزء اول محاضره، ما اعرف اذا حافظ ضاميها عندكم لولا، اول محاضره اخذتكم على هذا الكيس اللي عنده بلادي دياريا وسوينا الانفستيجيشنز مات، والانفستيجيشنز مات وحده من عندهن كان التي اس بي عالي. ما حد سالني التي اس بي ليش عالي واني هم نسيت وراحت. ليش؟ لان شافوا اكثر الكيسات اسوسييتد وذ ulcerative colitis. احنا ذاك الكيس اللي شرحناه شنو هو؟ كان ulcerative colitis. واحده من الانفستيجيشن اللي طلعتكم اياها انه التي اس بي عالي. لازم واحد يسالني يقول لي دكتور زين ليش التي اس بي عالي؟ اقول له اذا احتمال اكو برايمري سكليروزنج كولنجايتس. ليش افكرت بالبرايمري سكليروزنج كولنجايتس؟ لان اكو هاي اسوسيشن بين البرايمري سكليروزنج كولنجايتس هذه المالتيبل ستراكشرز اللي تصير بالبيلياري تراكت ويا الالسراتيف كولايتس بيشنت، خاصه الالسراتيف كولايتس اللي هي لونج ستاندينج. راحت السكرين عليكم. اي دكتور راحت. بيشنت هو ulcerative colitis long standing اكثر من 8 سنين او 10 سنين، فان colitis او رايت سايد colitis اكثر شيء احتمال يصير وياه برايمري سكليروزنج كولنجايتس. فاي واحد ulcerative colitis عنده بلادي دياري وشخصناه ulcerative colitis وباي وقت من الاوقات صار عنده جوندس او صار عنده itching، لازم الطبيب الذكي اللي يفتهم يقول هذا احتمال برايمري سكليروزنج كولنجايتس. اذا انا افكر اكو برايمري سكليروزنج كولنجايتس لازم ادور عليها. واضح؟ زين هذه الابيديميولوجي، يعني البرايمري سكليروزنج كولنجايتس انا بالثلاث سنين اللي دامتهم بالجهاز الهضمي وبالباطنيه انا قليل شايف كيسات، هي رير مو مثل البرايمري برايمري بيلياري سيروسيس ولا مثل الاوتو اميون هيباتايتس، هي رير ديزيز. هذا التعريف انا يعني نادرا ما اشوف كيسات. واضح؟ ليش صاحوا لها؟ انت واحد لازم يعني يسال نفس السؤال، ليش صاحوا لها برايمري سكليروزنج كولنجايتس؟ ليه اكو سكندري يعني ما اكو اكسترا؟ كل ما تقول اكو برايمري اذا اكو سكندري سكندري سكليروزنج كولنجايتس. شنو الكوزز مال سكندري كولنجايتس؟ انا كاتبهن موجودات. كل شيء نقول عليه برايمري يعني ايديوباثيك.
الإيديوباثيك هذا احتمال شافوا انه احتمال اوتوميوني لان شافوا اسوسيشن ويا ألساتيف كولايتس، بس شافوا انه مو شرط. واضح؟ بس خلي اطفي هذا السكرين، كل ساده ينطفي عندي دقائق. براحتك. هذه بعد انتم تطلعون عليها، ما ادري البريفلنس هاي مو درخ يعني هيك طلع. شافوا انه اكثر شيء اذا شفنا ألساتيف كولايتس اكو رايت سايد بريدومينانس. شنو يعني؟ يعني رايت سايد اوف ذا كولون انفولفد. اذا اكو يا اليال انفلاميشن دول اكثر شيء يصير وياهم برايمري سكلوزنج كولنجايتس. طبعا اذا تدخلون ديب بالجاسترو انتستاينال سيستم وتدخلون سب سبيشالتي راح يعرفون المريض ابو الألساتيف كولايتس معرض. اي مريض عنده ألساتيف كولايتس كل ما تطول المده مال الألساتيف كولايتس كل ما تكثر المسافه مال الانفلاميشن بالكولون المريض يصير معرض الشيء. شنو هو؟ يصير معرض للسي اي كولون. كل ما زادت الفتره اذا المريض 4 سنين عنده ألساتيف كولايتس تختلف ما عنده 8 سنين ألساتيف كولايتس، ولهذا سكرينج فور سي اي كولون لازم يدور على 8 سنين. كل البروكتايتس يعني انفلاميشن بالركتم اونلي يختلف عن انفلاميشن اوف ذا هول كولون. كولايتس بان كولايتس يصحوا له، البان كولايتس هذا هاي ريسك اوف سي اي كولون يختلف عن الاونلي بروكتايتس. وحده من الريسك مال السي اي كولون هي البرايمري سكلوزنج كولنجايتس. يعني هذا المريض شخصت اني ألساتيف كولايتس وما ادري انا المرض ايش قد صار له عنده، بس حسب ما شخصته انا صار له سنتين، بس بنفس الوقت شخصته برايمري سكلوزنج كولنجايتس. هذا اعتبرته انه هاي ريسك مال سي اي كولون، اذا لازم ابدي ويا سكرينينج مال سي اي كولون حتى لو استوني مشخص ألساتيف كولايتس. واضح ليش؟ لان شخصته وياها برايمري سكلوزنج كولنجايتس. تشخيص البرايمري سكلوزنج كولنجايتس عند هذا المريض هو هاي ريسك للسي اي كولون. بس السي اي كولون لا، مو بس السي اي كولون، كولنجيو كارسينوما يعني كارسينوما اوف ذا بليير 3 من الريسك فاكتور مالته هو البرايمري سكلوزنج كولنجايتس. فهذا المريض من اشخصه برايمري سكلوزنج كولنجايتس مو على مود اعطيه بس تريتمنت، انا مود امنع عنه السي اي. السي اي شنو هن؟ سي اي كولون والسي اي اوف ذا بليير تراكت اللي هو هذا تشالنج لنا، فلازم اسوي له ابدي وياه سكرينج. زين هذا الرسم راح يراويكم شلون المريض عنده مالتيبل بايل دكت. اذا طفت الشاشه عبد الله قل لي. تمام استاذ حاضر. راح يشوفون انه مالتيبل بايل دكت ستراكشرز عنده كولنجيو كارسينوما اكثر شيء الياتيس كولونيك كانسر بانكولايتس اوف ذا رايت سايد وذ ركتال سبيرنج. هذول اكثر شيء صاروا برايمري سكلوزنج كولنجايتس. بس العفو استاذ الشاشه مقلوبه هسه. اي هسه تمام. انت بس سؤال. يلا اسال حبيبي. بس يعني بالعاده يعني هو اول ألساتيف كولايتس يعني مو لازم ركتال انفولفد؟ اي اكو كيسات بالألساتيف كولايتس الركتم شود بي انفولفد، بس هاي انتو كاندر جراجويت اي نقول لكم الركتم شود بي انفولفد، بس احنا طب سب سبيشالتي لا اكو كيسات ركتال سبيرنج بيها نلقى ركتال سبيرنج ونلقى باري ابنديكيلر ليجن. بس انت كاندر جراجويت يسالوك لا تقول الركتم شود بي انفولفد بالألساتيف كولايتس. واضح؟ اللي هي هاي رير انت ما مطلوب من عندك تذكرها ولا تقول اكو ركتال سبيرنج، قول هو اسوسيشن ويا ألساتيف كولايتس. يعني تاخذ لي البيك توبك. البيك توبك شنو هو؟ الألساتيف كولايتس. شنو اللي يصير وياي؟ يصير برايمري سكلوزنج كولنجايتس. واضح؟ بعد هذا جواب على سؤالك مال الركتال سبيرنج، اجاوبه انه معناها يصير حتى ويا الكرونز ديزيز البرايمري سكلوزنج كولنجايتس اكثر شيء يصير ويا الألساتيف، بس احتمال يصير ويا الكرونز ديزيز. الكرونز ديزيز بي فيتشر انه لازم ركتال سبيرنج واكيد قارينه وتعرفوه. بس ايش قد يصير ويا الكرونز؟ كلش اقل من الألساتيف كولايتس، اكثر شيء هي الألساتيف.
شلون اشخص عاده هذا المريض؟ المريض شلون يجيني؟ ايش تتوقعون؟ مالتيبل سي بي دي ستراكشر او مالتيبل انترا هيباتيك ستراكشرز، شنو احتمال يجي؟ يعني تقريبا نفس الفيتشر اوبستراكتيف جوندس او يعني فيتشرز مال اوبستراكتيف جوندس، جوندس ايتشينج تايردنس، احتمال اذا صار عنده مالجنسي بادي ويت لوس يصير عنده حال اي فيتشرز مال اي بيشنت عنده اوبستراكتيف جوندس. فالطبيب لازم يخلي هاي اندكس اوف سسبشن. شلون؟ اذا المريض عنده اوبستراكتيف كولايتس فهي كل سهله على الطبيب. يعني انا هسه اجاني مريض وقال لي والله انا عندي، هو مشخص اوبستراكتيف وياخذ ميزاكول وبس يقول لي عندي جوندس، راسا افكر بالبرايمري سكلوزنج كولايتس وادز تحاليل. بس هي المشكله اذا المريض ما عنده اوبستراكتيف كولايتس، هنا راح يبدي الطبيب لازم يفكر، لازم يدور على الاسباب اللي قلت لكم عليهن، لازم يدور على برايمري بيليار سيروسيس، لازم يدور على مالجنسي، لازم يدور على سي بي دي ستون، ومن ضمن اللي يدور عليهن هي البرايمري سكلوزنج كولنجيتس. كان قبل الجولد ستاندرد بالدايجنوسيس مال البرايمري سكلوزنج كولنجيتس هو الاي ار سي بي اندوسكوبيك ريتروجريد بانكرياتيكو كولنجيوغرافي، هذا نشتغله الاي ار سي بي، ندخل عن طريق الماوس نوصل للديودنام، ندخل بالام كله اوفاتا من السكند بارت مال ديودنام، ندخل بالسي بي دي بالكومن بايل دكت وندفع بها كونتراست ونلونها، راح تطلع لكم الصوره اللي بالبدايه طلعت. هسه هذه الصوره اذا تشوفوها، هذه الصوره هي صوره اي ار سي بي، هذه السحوله كولنجيوغرام. شلون تعرف صوره اي ار سي بي؟ هذا السكوب، شوف هذا السكوب الاسود، هذا السكوب اللي ممتد عديل كلير كات، هذا السكوب متقاطعه ويا سي بي دي وذنيش الانترا هيباتيك الرفاع اللي صارت مثل الشجره، بالضبط مثل الشجره. جاي شوفون السي بي دي مو عادله ولا الانترا هيباتيك بالياريتري مو عادلات، اكو بها ستراكشرز ودالتيشن، ستراكشر ودالتيشن اللي يصحوا للبيد الدال بيد ابييرنس، هي هاي الفيتشرز اللي تميز البرايمري سكلوزنج كولنجيتس. هذا قبل كان اي مريض لازم اسوي له هذا الاي ار سي بي، هسه حاليا اي مريض اكو داعي اسوي له اي ار سي بي؟ لا الام ار سي استخدم الام ار سي بي دكتور هو عاده كل مريض دائما الانفيزيف تخلوها اخير شيء، اذا يعني طبعا باستثناءات اكيد الحالات الطارئه اللي حشيت لكم ياهن، دائما الانفيزيف اخير شيء يصير. وش وقت خاصه يصير اخير شيء؟ لان انت عندك فد موداليتي فد اكويبمنت نفس الاي ار سي بي وتعطيك نفس البيكتشر صح من عده without innovation without complications، لان هذا الاي ار سي بي اللي صورت لكم اياه اليوم دزيت لكم اياه فيديو لا يخلو من الكومبليكيشنز، هوايه كومبليكيشنز بي، فش قد ما نقدر نبتعد عنه، وخاصه اذا عندنا فشي عوض عنه اللي هو الماجنتيك ريزونانس كولنجيوغرام. خوش، فانا قايل لكم اياها هسه هو اللي يزل حاكيها، اما انفلاماتوري باول ديزيز وصار عنده اليفيشن بالاي ال بي او لا ما عنده انفلاماتوري باول ديزيز وصار عنده اوبستراكتيف جوندس، لازم ادور على البرايمري سكلوزنج كولنجيتس. زين، فمثل ما قلت لكم اذا تقول لي شنو الجولد ستاندرد، اكو شوف اكو جولد ستاندرد بالدايجنوسيس واكو لا فيرست دايجنوسيس. الجولد ستاندرد اكيد هو الاي ار سي بي لانه هو اوضح شيء، راح ادخل بالسي بي دي واشوفها والونها هاي اكيورسي. بي بروجنوسيس شنو بروجنوسيس؟ لان راح اخذ عينات، راح اخذ احتمال بروسايتولوجي، فهذا الجولد ستاندرد. مع العلم انه هو الجولد ستاندرد بس انا ما اخلي اول واحد، اخلي الفيرست دايجنوسيس، اخلي الام ار سي بي مثل ما فهمتكم لان ليس انفيزيف وقليل الكومبليكيشنز بي، فدائما الجئ للام ار سي بي. هذه قبالها صوره الام ار سي بي، شوفوها حلوه الصوره واضحه وتقريبا نفس صوره الاي ار سي بي، ماكو فرق مو صحيح؟ فانا ليش اعرض المريض الخطر مال انفيجن، خطر مال بيرفوريشن، خطر مال بليدنج، خطر مال بنكرياتايتس؟ دائما اختار الليس انفيزيف، يجوز يطلع مو برايمري سكلوزنج كولنجيتس، اخلي اخير مرحله هي الاي ار سي. دكتور بس عندي سؤال. نعم.
هسه حاليا يعني الجولد ستاندرد هي الاي ار سي، بس دايجنوستيك هي ام ار سي بي والجولد ستاندرد ام ار سي بي. الجولد ستاندرد، الجولد ستاندرد حاليا مو قديما، حاليا الجولد لا هو شنو الفرق حاليا هو قديما؟ هو الجولد ستاندرد يعني تعرفين شنو الجولد ستاندرد يعني هو افضل تشخيص، افضل تشخيص، احسن تشخيص هو الاي ار سي بي. بس مو انا هسه حاليا عندي شغلات اقل من عنده شويه، يعني قصدي فهمت هاي، بس حسبها تغيرت. لا ليش تغيرت اي ار سي بي؟ اذا يجوز ماشي خاصه بالاي ار سي بي يجوز بالاخير الجئ لاي ار سي بي، بس ايش وقت مخليه انا مخليه اخير شيء؟ ليش؟ لان انفيزف. واضح لهنا دكتور ممكن سؤال؟ يلا تفضلي. يعني هي على الاي ار سي بي ولا ام ار سي بي؟ بس احنا قلنا الاي ار سي بي هو جولد ستاندرد بس انفيزف، يعني اكو ريسك اوف بليدنج، ريسك اوف بليدنج، بيرفوريشن، بانكرياتايتس، كولنجايتس، فايروس، صح. والام ار سي بي، الام ار سي بي احنا قلنا ليس انفيزف وليس كومبليكيشن، لذلك هو الفيرست لاين. اي الفيرست لاين يعني هسه المريض من يجيني اول شيء ابدي له ام ار سي بي باعتبار ليس كومبليكيشن يعني. اي طبعا ام ار سي بي. هسه انت قاعده بدالي وجاك المريض وتوقعتي هذا جوندس، اتوقعتي برايمري سكلوزنج كولنجايتس قبل الديزي ام ار سي بي، هي هسه واقعا هسه تتخيليها. انا هسه اليوم قاعد بالعياده واجاني مريض عنده السيتيك كولايتس وعنده تي اس بي صاعد وعنده الاي ال بي صاعد، انت تتخيلي يعني معنويا شوفيها عقلا بالعقل، هل من المعقول انه اقول له باشر الصبح انت تكون بالطابق الثاني راسا اشتغلك اي ار سي بي؟ لو ادز ام ار سي بي ليس انفيزيف وهم يطلع لي صوره، مو صحيح؟ تمام. واضح؟ واضح. بس يمتى اجل الاي ار سي بي اخر استنجاد؟ باعي لي الصوره شوفيها مع الام ار سي بي ويا الاي ار سي بي كلش حلو وواضحه وتعطي نفس الفيتشرز، فانا ليش الجا الانفيزيف كومبليكيشن؟ اكو حاليا صارت بعد اكو انديكيشن للاي ار سي بي، اذا ما وصلتي للدايجنوستس ماشي خصتي وبعد عندك هاي اندكس اوف سسبشن او هذا برايمري سكلوزنج كولنجايتس، تمام، ما جاي توصلين الدايجنوستس عن طريق الام ار سي بي، ذاك الوقت لجئين للاي ار سي بي. او توقعتي انه هذا المريض مو بس عنده برايمري سكلوزنج كولنجايتس، احتمال اكو عنده مالجنسي. شلون مالجنسي؟ شفتي اكو دوميننت ستراكشر، انا كاتب لكم اياها شنو دوميننت ستراكشر. اكو ذني ستراكشرات، بس اكو ستراكشر كبير وحاد خوش، وهذا الستراكشر خايفه انت ليكون مالجنسي خوش. فشلون شنو الطريقه؟ شلون اخذ سامبل؟ اخذ سامبل بالام ار سي بي؟ ما اقدر، اذا راح الجئ للاي ار سي. اذا اما ما وصلت للدايجنوستس او اريد اشخص مالجنسي، شكيت بمالجنسي، اريد ادخل واخذ سامبل برست سايتولوجي صحولي، اذا هذا الوقت الجئ للاي ار سي بي. بعد شنو الانديكيشن مال الاي ار سي بي؟ شخصته هذا اني صحيح بس عنده دوميننت ستراكشر وسيفير جوندس واريد اعالجه، شنو اعالجه؟ شلون يعني؟ اريد اخلي له فدستنتنج، اريد اخلي له عباره يسحولها تعبيره عن طريق الستراكشر، فالتضيق اكو مدى يخلي السي بي دي تمرر البايل بصوره صحيحه للديودينوم. انا شلون اعالج هذه الطريقه؟ اخلي عباره تعبيره ستنت نصيح له بنص السي وبنص الستراكشر يدخل بداخلها عن طريق يمر البايل. هذه اقدر اسويها بالام ار سي بي؟ اكيد ما اقدر، الجئ للاي ار سي بي. اذا شوف الاي ار سي بي وين خليناه شكو شغله صعبه، شكو شغله بها مور دايجنوستيك ورك اب، مور تريتمنت، مور انفيزيف تريتمنت، الجئ للاي ار سي بي بها. وهذا كله اسالكم ليش تقول لي اولا لان انفيزيف وعلى مود اتجنب الكومبليكيشن. راح اسالك اقول لك لعد هي شنو الكومبليكيشنز اللي تصير بالاي ار سي بي؟ تقول لي احتمال بليدنج، بيرفوريشن، كولنجايتس، بنكرياتايتس، هو اي كومبليكيشنز مال الاي ار سي بي. اذا تعددوهن ماني كومبليكيشنز، بس تعرفون الاهم بليدنج، بيرفوريشن، بنكرياتايتس، كولنجايتس. شنو كولنجايتس؟ يعني قصدي اسيندنج كولنجايتس، هو هذا المريض برايمري سكلوزنج كولنجايتس عنده مالتيبل ستراكشر. اجي اني العب بالامبوله، اقصها، اصعد الكاثيتر بيها، هذا كله على مود اسوي دايجنوسيس، ومن اصعد الكاثيتر بيها اصعد وياي شنو؟ ليش اسمها اسيندنج كولنجايتس؟ راح اصعد بكتيريا من الباول،
من اليوديناوم. اصعد هاي البكتيريا يا دكتور؟ اصعد نعم. العفو دكتور، اصعد بكتيريا وياي؟ اي هو راح اصعد عن طريق الكاثر على مود دايجنوسيس يابي، راح اصعد بكتيريا وياي من الديودينم، راح اصعد الى السي بي دي، راح اسوي عنده اسندنج كولنجايتس فوق ما هو جونديس، راح اخلي عنده فيفر ورايجر والوايت بي سي تصعد، وكون اخليه على انتي بايوتيك. على شنو انا عندي في الطريقه اسهل واحسن اللي هي الام ار سي بي، وجزء بعدني يعني ما محتاج الاي ار سي بي. كلش واضحه لهنا؟ واضح واضح دكتور. نعم زين زين واضح. هذه مقارنات يعني، موش ما اريدكم تحفظوها هيك، بس تطلعون عليها تقروها. خوش السنسيتيفيتي مال الام ار سي بي ايش قد، السبيسيفيستي ليش نلجأ مرات الام ار سي بي، شوف شلون حتى الام ار سي بي اصلا بفوائد فوق الاي ار سي بي. مثلا بيرفرال داكتس، البيرفرال مال الانترا هيباتيك بليري تري اللي واصله بالبرفري مال الليفر ما يوصل لها الاي ار سي بي، ادفع داي والداي ما توصل للبرفري، ومدى اشوف اكو ستركتشر بالطرف لو لا، هذه الام ار سي بي اذا افضل من الاي ار سي بي بيها. واضح؟ شوفوا يعني اكو شغلات الام ار سي بي دا يصير او دا يصير احسن من الاي ار سي بي. زين بعد هاي تقدر تسوون جدول هسه بيهن ذني، ليش الام ار سي بي مرات احسن less invasive بالبرفال داكت احسن، مرات اكو داكت اوكلودد. يعني اني فرضا اجيت للسي بي دي والسي بي دي ستركتشر مالتها كلش قوي، بحيث الكونتراست اللي ادفعها الصبغه اللي ادفعها من قد ما اكو ستركتشر ما يعبر عن طريق هذا الستركتشر، ما تعبر بحيث البقيه ما يتلونن، كل شيء ما اشوف من عندهم. شفت هنا ستركتشر بس بالانتراهيبات كل شيء ما شفت لان ما لونت، بينما الام ار سي بي فيدني هنا لان اكو منطقه اوكلودد ما اقدر اعبر لها كونتراست عن طريق الاي ار سي بي. والنقطه المهمه انه مهمه بالام ار سي بي، شوف اثنين الغاليات، الام ار سي بي غالي والاي ار سي بي غالي، بس بالمقارنه بالفلوس والكوست افكتيفنس فالام ار سي بي ارخص من المور كوست افكتيف ذان اي ار سي بي. تعرفون شنو كوست افكتيف معناها؟ نعم دكتور، يعني معناته الفلوس اللي نصرفها مقارنة بالمعلومات اللي نحصلها. عافية عافية. فأنا أقدر أصرف فلوس أقل وأحصل معلومات زينة وقوية وأوفر على المستشفى. طبعاً هذا الكوست إفكتيفنس بالخارج ما يحسبوه على المريض، يحسبوه على الدولة. يعني هذا الطبيب من الشغل أني آر سي بي، مو أني والله الكوست علي، ها والله الطبيب يأخذ هواي، هي الدولة صرف الدولة. الأجهزة مالتهم الطبيب إيش قد يطو. تدرون أنتوا بأمريكا أغنى ثلاث أطباء، تعرفوهم منو أغنى ثلاث أطباء؟ أول أغنى طبيب بأمريكا هو الأورثوبيديك سيرجن، وراء الكاردياك سيرجن، وراء الجي آي تي ميديسن. إحنا ثالث أغنى طبيب بأمريكا، يعني كلش مكلف كلش مكلف. يعني هذا من يشتغل إي آر سي بي مو فتشي هين، كلش غالي. لازم المريض عنده تأمين عالي، لازم كلش indication بي يلا هيك يعرضون المريض، هم الخطورة وهم الفت شغلة كلش غالية. واضح؟ زين احنا هنا نشتغل اي ار سي ببلاش. زين هذا الحكي يعني انتوا تطلعون عليه، انا كله حكيته هسه الا اذا تحتاج اكو ثرابيوتيك، اللي هي ثرابيوتيك معناها تخلي ستنت او تاخذ سامبل من الدات او الفايندينج امبيجوس. يعني قبل ما اقراها انا حكيتكم اياها انه انت بالام ار سي بي سويت بس بعدك شو شاك ما واصل للدايجنوس، عندك هاي عندك سسبشن شاك كلش قوي، شكك كلش قوي انه هذا برايمري سبيروسكولوجيست بس ما واصل عند ام ار سي بي ما فادك كلش، بهذا الوقت تحتاج اي ار سي بي او ثرابيوتيك تخلي ستنت او تاخذ سامبل بالدايجنوسيس، هذا يلا تحتاج اي ار سي بي. انا مخلي لكم الديفرنشال دايجنوسيس مال برايمري سكلوزنج، لان هو ما دام قلنا برايمري سكلوزنج كولنجايتس اذا اكو سكندري، السكندري هذا ريكرنت سي بي دي ستون، ريكرنت انفلاميشن، ريكرنت كولنجايتس، ريكرنت انفكشن،
تسوي لك سكندري سكلوزنج كولنجاتس. الاتش اي في تسوي لك سكندري سكلوزنج كولنجاتس. الباراسايت الكوليثياسيس الستونز يعني هذا الريكرنت سي بي دي ستونز. سيرجيكال التروما واحد سوى له عمليه اللي هي كوليسيستكتومي والجراح ضرب السي بي دي خوش سوى بها ستراكشرز بعدين هذه سكندري سكندري سكلوزنج كولنجاتس. اسكيميا بنكرياتو بليير ديز سيستيك فايبروسيس كريتيكال إلنس هذا الناين بالار سي وذن يعني تقدرون هيك بس تحفظوهن او تطلعون عليهن سهلات ان هذا تحفظوهن. اكو لا ابروفد اميون سكلوزنجاتس اكو فد مجموعه من الاوتو اميون ديزيزز يسحولها اي جي جي 4 اي جي جي 4 كولنجاتس اي جي جي 4 بنكرياتايتس هذه هم من ضمن السكندري. ليش؟ لان احنا قلنا البرايمري ايوباثيك ما ندري شنو السبب مالها زين والبقيه كلهم تطلعون عليهم فتقدرون تحفظون الشغلات المهمه من عندهم. هذني مخلي لكم اياها معناها. نعم. شنو الاي بي سي بي 4 اسوشيتد كولنجيوباثي؟ شنو هذا الديفرنشال دايجنوستس اي بي سي بي 4 اسوشيتد كولنجيوباثي شنو يعني؟ هذه جين هذا الجين اي هذا جين اكو كولنجيوباثي اسوشيت وذ هذا الجين. دكتوره شو اسمك؟ حوراء. حوراء انا قبل ما تسالين هذا السؤال قلت لك ذني اطلعوا عليه واخذوا الشغلات المهمه مثلا قولي انفكشن بكتيريال او 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 الاتش اي في او الريكرنت بايل دكت تروما او سي بي دي ستون. لا تدخلون بكل التفاصيل ترى انتم ما مطلوب من عندكم تفاصيل انتم مجرد جاي تعرفون هاي المعلومات الكبيره كلش كافي ماكو داعي تعرفين شنو الاي بي سي يعني انا هم والله لو شايفك حاذفها هسه ما انتبهت لها خوش فانتم ما اقول لكم لازم هذا الجدول ودرخوه كله لا اخذ الشغلات المهمه تقدر تعدل لي فت خمسه من عندهم معناها عجبل. بس دكتور معناها هن راح يشابهن بال برزنتيشن مال الكولنجايتس العادي شلون يعني هنا غير ديفرنشال دايجنوستس مال بي سي بي اس سي فمعناتها البرزنتيشن مالته نفس الشيء طبعا نفس الشيء كولستاتيك جوندس او اوبستراكتيف جوندس يعني الاي بي سي بي 4 هو عباره عن اوبستراكتيف جوندس يعني زين انت ليش تلحين لا تعرفين هو كولنجيوباثي الكولنجيوباثي شنو يصير بيه شنو الفيتشرز مالته لو كوليستاتيك جوندس لو اوبستراكتيف جوندس ذني كلهن ذني ما كلهم عددهن اني اللي مخليها تنيز مو اني معددهن كلهن ذني من سوى سكلوروزنج كولنجات السكندري معناها نفس البرزنتيشن جوندس خوش ايتشينج واحتمال يصير فيفر واحتمال ريسك اوف مالجنسي اذا ظلت تمام خوش انتو كطلاب صف رابع يا حبايبي لا تلحون انا مرات يجوز اكو شغله انسى امسحها ترى طلاب صف رابع يعني اندر جراجويت يعني طلاب الباطنيه يجوز ما مطلوب معتهم هذه الشغله فحفظوا لي بس الشغلات المهمه تقولون يا اكو سكندري السكندري مين يسويها انفكشن من انفكشن احتمال باراسايت احتمال بكتيريا بعد اتش اي في هم يسوي كولنجيوباثي بعد ريكيرنت بايل دكت تروما ريكيرنت سي بي دي ستونز اسكيميا هيجي بصورة عامة وبشغلة حلوة وبتعبير حلو ما أريدكم كل ما أريد هذا كله سطر خوش والله أنا صوتي ما اختصرته هذا الجدول أصلاً المفروض اختصر كل شيء أحد فصل إيه والله دكتور كل شيء هو بديزيز يعني كلهم يعني شوي صعبة إيه مو أنت ما أدري أحسك كلش دت الحين بي أنا خو أستاذك شو أقول لك عوفي أخذي بس الشغلات السهلة. أنتوا تعرفون شنو طلاب صف رابع يعني أنتوا هسه بعدكم زعاطيط بالنسبة للطب. كتاكيت. رحم الله والديك أستاذ. رحم الله والديك. يعني بالعكس المفروض تفرح عبد الله. والله أستاذ هاي بس أنت تقول لنا إياها شو البقية ماكو أقرأ أقرأ فوقه فوقه. يعني يا ساي ان شاء الله ذاك اللي تقول لنا والله كيف عادي يا ما عندي شيء انتوا هاي المحاضره يعني اذا اعطيكم اياها بالحقيقه ماكو تظلون تبكون للصبح
دكتور اتمنى اللي يسوون اسئله هم يراعون انه احنا كتاكيت. لا لا بالاسئله مو كتاكيت بالاسئله اطباء. زين هذا كل الحكي ده يعني كله جايين عاد الـ ARCP بيش وقت أحتاجه إذا عندي high clinical suspicion وبعدني ما واصل diagnosis إذا أريد أسوي management كله جايين عاد هذا الحكي. إذا الـ MRCP لحد الآن حتى من سويت MRCP ودخلت أصلا بالليفر وأخذت liver biopsy وهم ما واصل diagnosis هم ألجأ بالأخير الـ ARCP فهذا الحكي جايين عاد. زين هذني الدروباك يصحوا له الدروباك مال الاي ار الام ار سي بي. شنو الدروباك يعني؟ يعني الشغلات اللي ما قدر يوفر لي اياها الام ار سي بي. شلون يعني؟ انا قلت لكم مرات الام ار سي بي ما قدر يوصل للدايجنوستس فاحتاج الاي ار سي بي. شلون احتمال ما يوصل للدايجنوستس؟ احتمال هذه اكو فد منت كلش صغيره من الدكت وبيها ستراكشرز وما قدر الام ار سي بي يشوفها ذاك الوقت ادخل بالاي ار سي بي ومن الون يلا اشوف. خوش واضح. او البيشنت بعد بدايه الاي ار البرايمري كلوزنج كونجاكت هم ما شاف الام ار سي بي هم الجأ للاي ار سي بي. فانتوا يعني اعتقد هاي المحاضره راح اعيد صياغتها وادزل لكم اياها من جديد إذا تشوفوها صعبة عليكم. لا سال ما بيها شيء زينة يعني هي ما بيها شيء معلوماتها كلش حلوة. Dominant structures هذا التعريفه يعني مجرد تطالعون عليه شنو Dominant structures؟ هواية structures مبينة من اسم Dominant تدشوه هواية structures بس أكو واحد بيهن Dominant أكبر شيء بيهن اكثر واحد ستراكشر حاد بالسي بي دي بحيث تقيسه بالسي بي دي. السي بي دي الدايمتر مالته واصل اقل من 1.5 مليم او بالانتراهيباتيك او بالانتراهيباتيك يعني هيباتيك دكت اقل من 1 مليم من الكونفلوينس. هذا المين هيباتيك كونفلوينس يعني سي بي دي توصل للهيباتيك كونفلوينس دور تنفصل رايت وليفت هيباتيك دكت 2 سي ام من ذا ني هذا يصحوا له دومينانت ستراكشرز. اما بالسي بي دي دومينانت ستراكشرز 2 سي ام فروم ذا هايلم اللي هو هذا الكونفلوينس او بالانترا هيباتيك اقل من 1 مليم هم 2 سي ام فروم ذا هايلم هذا دومينانت ستراكشر. الدومينانت ستراكشر يخوفنا اشك بمالينانسي. المريض عاده اللي عنده دومينانت ستراكشرز يصير عنده اكسسيف بروريتس اكسسيف اتشينج احتمال ادخل واخذ برشنج والقى مالجنسي. المالجنسي طبعا البلياري المالجنسي اوف جول بلادر ومالجنسي اللي هو بالكولون اذا عنده انفلاماتوري باول ديزيز. هذا المريض اللي عنده هذا الدومينانت ستراكشرز نتوقع انه ورا الليفر ترانسبلانت السرفايفل مالته اقل من المريض العادي اللي هو برايمري كلوزنج كولنجايتس عادي. محتمل المريض الواحد مو في القاعدة أكثر من دومينانت ستراكشرز 4-3-2 زين. وهذا هم أرجعوا كل حاجي يعني شو وقت احتاجين الـ ERCP إذا خفت من كولنجيوكارسينوما. ليش توقعت هذا المريض عنده كولنجيوكارسينوما؟ يعني أنا جاي عالج مريض وهذا المريض جاي يجيني كل 3 شهور عنده جونديس وجاي يعطي علاجات اني الجونديس هذا مالته يتراوح بين 4-5 من ضمن هاي خلال يومين خابرني قال لي دكتور اني المفروض اجيك بعد شهر بس هسه شو الجونديس صعد مالتي اجيت قست الجونديس لقيته 18 واصل. يعني ما افكر بس برايمري اقول هاي صارت كومبليكيشنز جوز هاي ورم صار عنده ماس وسدت اكثر زاد الستركتشرز معناها اذا انا افكر بكولنجيوكارسينوما.
او قام تصير عنده فيتشرز مال كولنجايتس سكندري كول، يعني فيتشرز مال اسيندنج كولنجايتس، قام تصير عنده فيفر وتشيلز، فما افكر بمالجنسي. بروريتس هو المريض متحمل الحكه مالته وجاء يقول اخذ ديستوراتيدين، اخذ كويستران الكوليسترامين، جاي تروح شويه الحكه مالتي. بس خلال هاي الثلاث اشهر المراجعه مالته دكتور الحكه جاي تاكل جسمي اكل، ليش زادت؟ انا اشوف البيشنت ستيبل، ليش على ساعه زادت؟ هم لازم اخلي بالي انه هذا البيشنت احتمال كولنجيوكارسينوما، او زاد عنده البين، صار عنده ويت لو، صار عنده فتيك، كلهن ذني خلن ببال ابو الجي اي تي انه هذا المريض صار عنده احتمال كولنجيوكارسينوما، دائما يخلي بالي كولنجيوكارسينوما. ومثل ما قلت لكم رابيد انكريز بالبيليروبين ليفل او كوليستاتيك انزيم ليفل، يعني الاي ال بي كان مات مستقر على 300، جاني قال لي الاي ال بي، جيت سويت له تحاليل لقيت الاي ال بي 700 واصل. ها اقول له والله روح انت فد 3 شهور تعالي بحالتك مستقره، لا افكر بكولنجيوكارسينوما او كلينيكال سيجنيفيكانت ستراكشر اللي عندناها الدومينانت ستراكشرز اللي طبعا عنده بالام ار سي بي. انا جاي اسوي له فلو اب عن طريق الام ار سي بي او عن طريق الالترا ساوند كل 3 شهور او كل 6 شهور. خلال هاي 3 شهور او 6 شهور ما عنده هاي الفيتشرز اللي حكيتها، ما عنده بروريتس ولا عنده جونديس ولا زاد الجونديس ولا زاد الاتشينج ولا زاد ولا صار عنده فيفر ولا تشل. بس شفت انتبهت بالام ار سي بي كان عنده ستراكشرز اقل من هالسالفه، صار عنده مالتيبل، صار عنده دومينانت ستراكشرز، هم اخلي ببالي كولنجيوكارسينوما. ذني كل هني ذني كل هني اللي كاتب لكم اياه هني خلني بال الطبيب انه هو احتمال كولنجيوكارسينوما. وهذه حكيتها همينه ليش انا ما اختار الاي ار سي بي، لان بليدنج بيرفوريشن كولنجايتس اسيندنج كولنجايتس بنكرياتايتس كلهن ذني من ادخلاني احتمال. هسه تقول لي ليش عاده زين هي هاي الكومبليكيشنز، يعني هسه هذا لا تقرون الكومبليكيشنز، هي اصلا هاي الكومبليكيشنز مال الاي ار سي بي، اي اي ار سي بي تقروه هاي الكومبليكيشنز مالته اللي هي البنكرياتايتس. لعد ليش سطرت هنا انا ليش خليتها بالامار بالبرايمري سكلوزنج كولنجايتس؟ احنا عاده الاي ار سي بي كل مريض نتوقع، يعني انا هذا المريض اجيت اشتغلت سي بي دي ستون واجيت دخلت بالسي بي دي عن طريق الامبولا او فاتر خلال نص دقيقه، ماكو جبت الكاثر والقايد واير دخلت بالسي بي دي براسا، هذا اتوقع ما يصير عنده كولنجايتس ولا يصير عنده بنكرياتايتس. بس اذا المريض الامبوله ما تقافله والفتحه مالتها كلش قليله وظليت امعشل بيها وحاول فد نص ساعه انا احاول بيها واحتاجيت اقصها من برا يصحوا له هذا difficult cannulation، زاد الريسك عندي مال البنكرياتايتس، زاد الريسك عندي مال الكولنجايتس، زاد الريسك عندي مال البليدنج. ذني كلهن شوف هذا difficult cannulation اللي حكيته ذني عاده يصيران بالبرايمري سكلوزنج كولنجايتس. ليش هسه تسالوني تقولي ليش difficult cannulation؟ لان اتوقع السي بي دي بيها مالتيبل ستراكشرز، السي بي دي صغيره ستراكشرد ما جاي يعبر بها الجايد واير بسهوله، difficult جاي احاول احشر الجايد واير بيها ما جاي يدخل، هذا صح ولا difficult cannulation؟ اذا صار عندي ريسك مال بنكرياتايتس، صار عندي ريسك مال كولنجايتس، زاد الريسك بالاي ار سي بي بالبرايمري سكلوزنج. ولهذا اذا ايش قد ما اقدر اتجنب الاي ار سي بي بالحالات الطبيعيه بالبرايمري سكلوزنج اتجنبه بعد اربع اضعاف، لان هاي البنكرياتايتس اذا اقل من 2% يصير عندي شوف الريسك مالتها ايش قد بالبرايمري سكلوزنج ترتفع 7%، كولنجايتس ترتفع هوايه بسبب هذا الديفيكولت كانيليشن. يعني اكو شغلات جاي تنعاد همينه، اتوقع انه كولنجيوكارسينوما اذا سويت له سكريننج ولقيت الكارسينوما 19 تسعه زايده او البروجريسيف دومينانت ستراكشرز كل هذا اخلي بالي انه اكو كولنجيوكارسينوما. زين الشغله المهمه اللي لازم تعرفوها وانا قلت لكم بيها هسه بالبدايه، كل انفلاماتوري باول ديزيز، كل انفلاماتوري باول ديزيز سواء التراتيف او كرونز ديزيز انت تتوقع احتمال يصير عنده برايمري سكلوزنج كولنجايتس. اكو شوفوا اكو نسبه الالتراتيف كولايتس ايش قد احتمال يصير عندهم برايمري سكلوزنج كولنجايتس دكتور؟ ثلثين الكيسات
افتهم سؤالي، واحد عندي ألساتيف كولايتس، ايش قد احتمال يصير عنده برايمري سكلوزنج كولنجاتس؟ يصير عنده برايمري سكلوزنج كولنجاتس او القى عنده برايمري سكلوزنج كولنجاتس؟ 5%؟ لا مش قليل، شويه اكثر، شويه اكثر. 10% 10% يعني لا دكتور 8% 10 الى 20% احتمال القى عنده برايمري سكلوزنج كولنجاتس. زين، اذا اجاني مريض عنده برايمري سكلوزنج كولنجاتس شخصته، ايش قد احتمال القى عنده اوساط؟ 87% تقريبا، 95%. شوفوا هذا، شوفوا هاي الفكره، هاي كلش مهمه. اذا واحد اوساطي يعني نادرا ما تلقى، قليله النسبه 10 الى 15% تلقى عنده برايمري سكلوزنج، بس اذا لا برايمري سكلوزنج شخصته تلقى 70 الى 80 الى 85% تلقى عنده اوساطي كولاتس. لهنا واضحه الفكره؟ ولهذا كل مريض القى عنده برايمري سكلوزنج كولنجيتس واشخصه، اقول له بلا زحمه انت تروح تسوي لي كولونوسكوبي باكر. راح يقول لك دكتور جاني جايك وانت تفتهم عود وش كبرك ومشهور، انا شخصتني بهذا المرض اسوي ناظور للقولون ليش؟ شنو هاي دكتور؟ والناظور ياذي ويقولون، تقول لا اذا تريد نصيحتي لازم تروح تسوي كولونوسكوبي. اي مريض الشخصي برايمري سكلوزنج كولنجيتس، خاف يجيكم سؤال بالام سي كيو واحد شخصناه برايمري سكلوزنج كولنجيتس، شخصناه وطينا علاج، شنو النيكس المفروض الطبيب يسوي؟ ومخلي لكم اختيارات، تسوي له التراساوند، تسوي له ما ادري شنو، وحاط لك كولونوسكوبي، تختار كولونوسكوبي. ليش تختار كولونوسكوبي؟ على مود اشخص الانفلاماتوري باول ديزيز، اشوف عنده انفلاماتوري باول ديزيز لو ما عنده. بعد مو بس على مود اشوف الانفلاماتوري باول ديزيز، على مود اشوف عنده سي اي كولون لو ما عنده، لان عاده البرايمري سكلوزنج كونجكتيف اذا صارت ويا الالساتيف هاي ريسك مال سي اي كولون. ما منو مطيكم الانفلاماتوري باول ديزيز؟ منو مطيكم الالساتيف كولايتس؟ دكتور ناصر مظلوم. خوش قايل لكم دكتور ناصر مظلوم عاده ايش وقت نبدا سكريننج مال سي اي كولون بال الالساتيف كولايتس؟ 8 الى 10 5 الى 8 سنين. 8 الى 10 سنين قلتها انت بالبدايه. 8 الى 10 سنين، هذه شخص 5 الى 3 ثانيه. هذا اذا شخصتي انت بعد 8 الى 10 سنين كنت تقول له يابا تجي اسوي لك ناظر قولون، لان احتمال يبدي عندك سي اي. دكتور مو تختلف اذا بانكولايتس او بس ليفت سايد؟ طبعا طبعا تختلف، هذه الدور كل وحده تختلف عن الثانيه، بس هسه انا راح اركزكم على البرايمري. قال البرايمري كلوزنج كولنجاتس شخصته وقلت له سوي لي ناظر قولون وطلع عنده ألساتيف كولايتس، هم اقول له تعال لي ورا 8 الى 10 سنين اقل المفروض دكتور، لان هاي ريسك اوف مالجنسي. يعني هو من سؤالي مبين من طريقه سؤالي، ليش؟ لان البرايمري كلوزنج كولنجاتس وحده ريسك فاكتور، وحده من الريسك فاكتور. فانا ما اقول له تعال لي ورا 10 سنين، ايش قد اقول له؟ أقول هذا هاي ريسك، ورا ايش قد اقول له تعال لي؟ 5 المفروض. لا هواي 5، هذا الدور اقول له تعال لي كل سنه الى سنتين اسوي لك كولونوسكوبي، هذا اذا عنده ألساتيف كولايتس. هذا اعتبره بعد هاي ريسك على ساعه سي اي كولوني يصير بي. وطبعا الدكتور اللي قال اكيد البروكتايتس تختلف عن البانكولايتس، كل وحده والسكرينج مالتها يختلف عن الثانيه. كل مريض عنده بانكولايتس، عنده سيفير كولايتس، اكو فتشي اسمه مايو سكور اذا سامعين بي للسيفيرتي مال الالساتيف كولايتس. اذا معطيكم اياه المايو سكور، كل ما هذا هاي ريسك مال مالينسي عنده مريض، كل ما طالت المسافه من الركتام للبانكولايتس. طبعا البانكولايتس مو شرط كل الكولون، البانكولايتس نعبر عنها بس الانفلاميشن يعبر السبلينيك فليكتشر حتى لو نص الترانسفيرس كولون، هذا صار بانكولايتس. بانكولايتس هذا ريسكي مال مالينسي. بعد المريض ما مستمر على العلاجات مالته مال الميزاكول وذن السوالف نون كومبلاينت، هذا هم ريسك مال مالينسي. واكيد كلهم اكو اسئله من ضمن الاسئله المهمه هنا، شنو اللي يزود انا ريسك مال سي ام ال مال سي كولون بالبيشنت والصوت كولايتس؟
زين هذا الحكي تقريبا حكيناه كلنا احنا سكرينينج عن طريق الكولونوسكوبي اليو كولونوسكوبي. يعني انا كاتب لكم اياها، انا ما ادري بنفسي كاتب لكم اياها ليش ما جاوبتوها. قلت لكم اذا شخصنا البيشنت عنده ulcerative colitis سالتكم مش قد اسوي له كولونوسكوبي كلش قد، قلتوا لي 5 سنين، لا سنه لا سنتين، هاي كاتبها انا انيوال سيرفيلنس. الدور دار تقول له كل سنه تجي كل سنه اسوي له كولونوسكوبي، شو وقت اسوي له ورا 5 سنين اذا ما لقيت؟ يعني انا مو شرطه، احنا ايش قلنا؟ احنا قلنا 80 إلى 85% عندك، عندك 15% إلى 20% ما عندهم ulcerative colitis ولا عندهم Crohn's disease، ذولا هم عوفهم. اقول لهم اذا انتم ما عندكم، لان انتم من ذولا ال 15 إلى 20% لا هم عوفهم. اقول له انت تجيني ورا 5 سنين هم اسوي لك كولونوسكوبي، يجوز يبدا عندك ulcerative colitis، يعني ما عوفه لحد ما يموت هذا المريض ما عوفه. دكتور بس ما خمس سنوات ما فتحت ايام تسويها شلون؟ احنا مو قلنا احنا الكولونوسكوبي احنا نسويه اذا عندي برايمري سيكوزي كولاين قاعد اسويها خمس، يعني اما شخص اسوي كولونوسكوبي اما تخلص اسوي كولايتس دايما اسوي بعد خمس سنوات. دكتوره مريض عنده برايمري سكلوزنج كولنجاتس، شخصته بالام ار سي بي او بالاي ار سي بي وقلت له انت عندك برايمري سكلوزنج كولنجاتس، تعال يوم الاحد اسوي لك كولونوسكوبي. اجى عنده كولونوسكوبي وسويت له، طلع عنده ulcerative colitis، طلع عنده شخصته بعد ulcerative colitis، اخذت بايوبسيات وطلع عنده ulcerative colitis، شو وقت اقول له تجي؟ لان عنده ulcerative. اقول له تجيني ورا سنه هم اسوي لك كولونوسكوبي، ادور على سي اي كولون. خوش خلصنا من هاي النقطه؟ وياي واضحه يا دكتور؟ استاذ وياك. خوش نفس هذا المريض اجاني وسوى كولونوسكوبي بس ما طلع عنده ulcerative colitis، اعوفه اقول ها هي روح انت بعد ما عندك انت ulcerative colitis. انت من ذول ال 15 إلى 20% اللي ما عندهم، لو لا هم اقول له تعال، هم اقول له تعال، شو وقت تجيني ورا 5 سنين؟ يعني الخمس سنين للي ما عنده، اجيت سويت له كولونوسكوبي وما طلع عنده ulcerative colitis، اقول له تعال ورا 5 سنين اعيد لك السنة. لا المريض اللي سويت له وطلع عنده واخذت البيوبسي وطلع عنده ulcerative colitis كنت احتاج علاج، هذا اقول له تعال ورا سنة. واضحة لو صعبة؟ دكتور تشاين ما قلنا بعد 8 إلى 10 سنين، يعني شلون 8 إلى 10 سنين انت اقول له ده هو نفسه بالخمس سنين. شو اسمك انت سألتي هسه؟ الو وياكم دكتور، بس انت اذا عنده اثرت سويت له شو اسمك؟ بنين. انا ايش قلت بالبدايه؟ قلت ال 8 الى 10 سنين لمن نسويها الالسرتيف كولايتس الطبيعي اللي ما اللي ما عنده شيء كل شيء ما عنده. مريض جاني وكل شيء ما عنده بس ulcerative colitis، هذا اقول له تعال ورا 8 الى 10 سنين. هذا الحكي اللي حكيته هسه كله للمريض اللي عنده primary sclerosing cholangitis. الصوت شويه يقطع يعني اسف. لا عفوا ما عندي شيء. ليش قللنا الفتره مال السكرينينج؟ لان اكو ريسك اوف سي اي كولون. عافيه رحم الله والديك، هذا يصحوا له مو سكرينينج، سيرفيلانس. هذا يصحوا له سيرفيلانس. تمام شكرا لك. العفو. طبعا من ادخل اخذ بايوبسي، من ادخل الكولونوسكوبي مو بس اباوع، لا اخذ بايوبسيات همين، لان احتمال اكو القى مالجنسي ما شفته انا بعيني، يجوز البايوبسي يلقفه. فاني امشي وكل منطقه اجي برا كم اخذ من 4 اتجاهات بايوبسيات، اعبر للسيجمويد كولون اخذ من 4 اتجاهات بايوبسيات اذا ما شفت شيء راندوملي. خو اذا شفت ليجن اكيد انا قبل اخذ معده بايوبسي، بس اذا ماكو ليجن اظل اخذ راندوملي من كل منطقه اخذ 4 بايوبسيات على مود بلكت خاف تطلع عنده ليجن وانا ما داري بيها. شوف ايش قد الريسك قوي مال السي اي كولون يعني حتى اذا دخلت ولو شفت كل شيء ماكو
لاكو بوليب لاكو يقولون اكو احتمال اكو ديسبليزيا بالميوكوزا انت ما شايف فلازم تاخذ راندوم بايوبسي. واضح؟ واضح؟ واضح كلامكم دكتور. واضح مع دكتور واضح. زين. واضح ما هسه واحد قال لي دكتور شو انت ما كاتب لنا على تريتمنت، شو عالجي هذا المريض؟ دكتور نفس تريتمنت مال البليري سيروسيس. اللي هي؟ واليورسو ديوكسي كوليك اسيد. ما يفيد كلش بالبرايمري سكليروزم كولنجاتس. لان هنا عندنا ديفكت مو بالبايوسي هناك بالبرايمري بليير سيروسيس قلنا شرحناها قلنا عنده ديفكت بالسكريشنز مال البايل هنا ماكو ديفكت بالسكريشنز مال البايل اكو ستركتشر بالكتر مو حسب كونزرفاتيف شنو الكونزرفاتيف عافيه شنو الكونزرفاتيف دكتور يعني البرورايتس نعالجها اذا كان اكو برورايتس رحم الله والديك صار اذا صار إذا صار عنده بروريتس أعطيه كوليسترايمين مثلاً مثل الأورت مثل البرايمر بليرتر إذا صار عنده إنفكشن إذا صار عنده إنفكشن إذا أكيوت كولنجايتس نعطيه أنتيبايتكس عافية إذا كل ستركتشر وجوندس أسوي له ARCP وخلي له ARCP with stent زين إذا كلهم ما فادن والبيشنت ضل 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 شو أسوي له بعد بالأخير ليفر ترانسبلانتيشن ليفر هو هذا ليفر ترانسبلانت هو الديفينيتيف تريتمنت بعد ليفر ترانسبلانت دكتور اكو ريت اوف ريكورنس اذا سوينا ليفر ترانسبلانتيشن؟ طبعا هي هاي المشكله اكو ريكورنس احتمال يعني هم ما راح يطيب نهائيا اي طبعا ما راح يطيب نهائيا بس ليش يفيد الليفر ترانسبلانت؟ لان نقول بلكت مثلا هذه البرايمري سكلوزنج كولنجاتس تكونت عده هو بعمر الأربعين شخصنا يجوز مثلاً بدأت تتكون عنده من عمر العشرين لحد الأربعين يعني على الأقل يمشي الليفر ترانسبلانت لحد الستين سنة وهناك بالخارج عندهم سالفة الليفر ترانسبلانت سهلة صار بالليفر ترانسبلانت الجديد ترانسبلانت الليفر شالوه خلوه ليفر ثاني مو مثلنا احنا عندنا فلوس ونحاول تركيا لو نحاول الهند دكتور بس هو الليفر ترانسبلانت هم يشيل انه بيضيف ريسك زايد للكولوركتال كانسر مو اكيد ما دام اخذ اميون سبرسنت وهو هو الفكره مال الاورجان ترانسبلانتيشن اذا عنده ريسك مال يعني اذا واحد سالك قال لك يابا انا من ازرع له ليفر جديد يروح الريسك مال السي ايكون لا باقي لا ما له علاقه لا لا دكتور شنو الرول انه يقولون اذا كان البيشنت عنده كولنجيو كارسينوما فهو كونترا انديكيتد تو ذيس بروسيجر ها كل بالليفر ترانسبلانت اكو انديكيشنز اكو انديكيشنز بعدين تعرفوها من شويه تروحون يعني مراحل اكبر بحاله المالجنسي احنا الليفر ترانسبلانت عاده نسوي للليفر سيروسز واكو بعض الانديكيشنز غيرها نجي شغله المالجنسي مالجنسي سواء ليفر كارسينوما يعني هيباتوسيلر كارسينوما بيها انديكيشنز لازم حجم الماس اقل من 5 سي ام لازم اقل من 3 مو ما عنده ميتاستاسيس زوايا يعني مو 10 اسوي له ليفر ترانسبلانت ولازم كولنجيو كارسينوما صغيره وعاده الكولنجيو كارسينوما كونترا انديكيتد ليفر ترانسبلانت ليش لان الكولنجيو كارسينوما اجريسيفيتي عمر شنو اجريسيف يعني انا شخصت المريض كولنجيو كارسينوما هذا اقول للاهله اقول لهم هذا 3 اشهر ويموت ليش اجريسيف ميتاستسايز ماكله المنطقه كلها اجي اني ابدل له ليفر وهو الليمف نود انفولفد الفينز والارتريز انفولفد رايح على الديودينام ماخذ من عنده الكولنجيو كارسينوما اجريسيف ورابيدلي جروينج اني اخسره واعرضه الريسك وهو بالاخير فيلد وميت فالكولنجيو كارسينوما اكو قسم من الجايد لاينز تقول كونترا انديكيتد اصلا لا تفكر تزرع له بس صار كولنجيو كارسينوما واضح والكولنجيو كارسينوما يجوز الكولنجيو كارسينوما كلش كومن كلش كومن عندنا ايوه من سوء حظنا بالميل اكثر بالميل اكثر بالسموكر الميل برايمري سكلوزنج كولنجايتس
قبل 3 أشهر بالضبط جاني مريض جوندس وما يدخن، ميل هو عمره 70 سنة، استوى طالع من دكتور ياسين الطويل الجوزي تعرفوه يعني مدرسكم حواليه، عنده obstructive jaundice، استوى طالع من قسطرة مسوي لها هو دكتور ياسين وناجحة وفاتح له شرايين obstructive jaundice، سويت له MRCP طلع عنده cholangiocarcinoma، هذه دخلت الـ ERCP بس سويت له ريليف للجوندس خليت له ستنت، بس أنا قلت الزوج قلت له حسبي له أشهر إيديت ويعني ما كذبت، أشهر خطيه توفى لأن هو أجرسيف. إحنا عندنا طبيب الله يرحمه دكتور أحمد حمودي إذا تعرفوه، أخو تعرفون دكتور كرار حمودي أبو طب الطوارئ إذا سامعين بي، مدير مركز الحروق يمكن أخوه أحمد حمودي شاب يعني بكلية الطب صف رابع كان ويانا بكلية يعني بعده حتى صغير ما عنده رزق مال ايج لو شيء، بصف رابع صار عنده جوندس سووا له MRCP طلع عنده كولنجيوكارسينوما، ما طول شهر وديت وتوفى. الله يبشرك بالخير دكتور. ليش عندك يعني عندك مثلا كولنجيو ريسك مثلا شو كل لا مو دكتور تقول بالرابعه وكذا. زين دكتور اخر سؤال احنا ما نطرق اي الحمد لله احنا ويا بعدنا عايشين كل احنا بس هو الخير الله يوفقك دكتور. بما انه الاي ار سي بي شويه تطرقنا له بس سؤال انه البيست تريتمنت بالاكيوت كولنجايتيس او بيفور اي ار سي بي وهاي السوالف اللي هو يكون يعني بيست اكسكريشن ان بايل يا هو الاوف تشويس يعني تستعمله دائما يعني قصدك الاكيوت كولنجايتيس العاديه هاي اسيندنج كولنجايتيس بالضبط اي ار سي بي هو قصدي لا قصدي انتي بايتيك سواء بروفيلاكتيك او تريتمنت of choice يعني نستعمله دائما. احنا عاده بالاكيوت كولنجايتس نستخدم الميروبينين لان برود سبيكتروم وبي ان ايروبيك اكشن، فانت اذا ما تعطي الميروبينين لازم تعطي جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف وفد شيء غطي الان ايروب وياه. ودكتور هو هم جود بايل اكسكريشن مو جود بايل اي مو انت راح تخلي له ستنت راح تدخل بيه ار سي بي وتخلي له ستنت بعد يمشي بايل فلا تخاف من عنده. انت بالعاده غير هذا السيفالوسبورين لان هذا الميروبينين انت طيت ميروبينين فرضا وانت المريض ما سويت له اكسكريشن بالبايل ما خليت البايل يمشي شنو الفائده؟ انا لازم اواخر الاوبستراكشن لازم ادخل بسرعه اسوي ريليف. دكتور مو مره سالنا هو بفد كيس فبحثيت يعني اكو ناس يقولون البنسلين تازوباكتام اكو يقولون هو هذا الميروبينيم اكو يقولون السيفالوسبورين يعني هواي حكي لقيت فحبيت اسالك يعني السيفالوبورين لازم تختار لك واحد من عندهن يغطي انيروب وياها برود سبيكتروم جرام بوزيتيف ونيجاتيف انيروب فلازم تعطي فلاجين مو مثل فلاجين هذا احنا نعطي الميروبينيم. تمام واضح دكتور عشتي ليكم. بعد من عنده سؤال انا نعبر لل عندي كار ولا بس احمد بس السلايد السادس اكو هاي الصوره يا صوره مال جي اي تي صوره مال جي اي تي حاطيها بالسلايد السادس اي هاي مكتوبه هاي اللي جوا ركتال سبيرنج يعني ركتال سبيرنج وين يعني شنو القصد يعني ما متاثر ركتم يعني اكو باوع الكولايتس باوع لي احنا عندنا اكو الصات الكولايتس انتم كطلاب رابع تقولون بالالصات الكولايتس الركتم شو انفولد شود بي انفولد احنا كصب سبيشالتي عندنا اكو كيسات شايفين الركتم ما متاثر بس انتم كطلاب اندر جراديويت هاي العباره الركتال سبيرنج يقصد بيها جماعه الكرونز لان الكرونز هم يصير عندهم برايمري سكلوزنج كونجاكتس بس اقل من الالصات بعد ها اكو سؤال بعد لو نعبر على غير شيء دكتور يعني بس اخر شيء نفس يعني اذا واحد صار عنده كولنجيا كارسينوما يعني نقول له ينتظر بس يديد ما لحد
يعني هاي الدور تحول على الكوميونيكيشنز سكيلز السهوله. لا قصدي يعني هو ما له فد يعني الكولنجيو يعني تبقى يعني تطيفة شيء صح ولا سبورتيف كونزرفاتيف حتى مو تعوفه عدا ايتشينج تدخل بالاي ار تي بتدخل ستنتينج خوش تطي انتي بايوتيك اذا صار عدا انفكشن بس هو كامبروف سرفايفل ماكو يعني لازم تحاكي تقول له يابا انت بعد ايامك معدوده بعد الدور هاي تدخل بالكوميونيكيشنز سكول اكو شيء صح ولا اكو شيء صح ولا عندكم هاو تو بريك باد نيوز يعني اي تمام دكتور ما اخليها بالسايكو بعد